بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف السادس الثانوي علمي أو أدبي، معكم مستر خاطر الغيطي من قناة زكي الإحسان. بس النهاردة بإذن الله هناخد الجزء بتاع القسمة التركيبية بتاع حل النهايات، فإن شاء الله هو الفكرة بس ممكن تكون يعني ضعيفة شوية، أو بمعنى أصح يعني ممكن تكون تقيلة شوية، بس بإذن الله هتبقى سهلة خالص مع الحل الكتير، وإن شاء الله هتفهمه، والدرس ده مهم جدا وهناخده بطريقة سهلة ومبسطة. ويلا نبتدي الدرس، يلا بينا. أنا عندي هنا يا شباب بيقول لي أود كل مما يأتي نهاية الدالة ديت عندما تسين تؤول للأربعة. نركز مع بعض كده علشان نعرف بس نفرق ما بين المسألة ديت وما بين المسألة بتاعت التحليل. امتى اعرف من المساله ان انا احلل، او امتى اعرف ان انا هستخدم القسمه التركيبيه؟ هبص هنا على اكبر اس، اكبر اس هنا 3. طيب الاس السين يعني 3 اللي بعدها السين اس 1، المفروض لو هي تحليل المفروض الاس اللي وراها يكون نص الاس الايه الكبير، يعني المفروض ديت تكون نص ال 3 1.5. المفروض نص ال 3 1.5 والاس ده مش 1.5، فاعرف كده ان انا كده هقسم. ان انا كده ايه هقسم. طب لو كانت مثلا دي سين اس 3 او سين اس 4 مثلا، واللي وراها سين اس 2، الاثنين ديت نص الاربعه، ففي الحاله ديت هعرف ان انا هحلل. ما دام نصها يبقى انا كده هحلل، اما مش نصها يبقى انا كده ايه هقسم. بس قبل ما تقسم لازم نعوض بالراحه خالص اهوت، لازم نعوض. اول حاجه نعوض عن عشان نثبت له ان ده بيساوي صفر. أنا هنا هعوض عند السين بتساوي 4، فـ 4 أس 3 ناقص 15 في 4 ناقص الـ 4 على 4 ناقص 4. طبعًا 4 أس 3 بـ 4 في 4 في 4 بـ 64. 64 ناقص 15، 4 في 15 بـ 60 ناقص الـ 4 على 4 ناقص 4. 64 ناقص 60 يديني 4، 4 ناقص 4 بصفر على 4 ناقص 4 يديني كام؟ صفر. يبقى انا اقول له هنا بقى ايه كميه غير معرفه. هنا اقول له بقى ايه صفر على صفر، بقول له كده اذا كميه غير معينه. خلاص كده تمام. اقول له اذا بقى كده انا هتجه للقسمه بالقسم على المعامل الصفري. ليه كل ده ثابت؟ المعامل الصفري اللي هنا مين؟ اللي هو السين. بتقول الاربعه هقول سين، الأربعة ديت اشارتها بالموجب هتبقى ناقص 4. طب لو كانت ناقص 4 هتبقى موجب 4، بالعكس. ده اسمه المعامل الصفري. طب هنقسم ازاي؟ ركز بقى معايا بقى. هتعمل مثلا بتاعتي كده. خلاص؟ هناخد المعاملات بتاعت المعادلة ذات نفسها. سين أس 3 قدامي هنا هو كام؟ 1. هكتب هنا 1. وبعد كده سالب 15. خلي بالك إن هنا سين أس 3 المعامل بتاعها بكام؟ ب1. اكتب هنا 1. المفروض اللي يجي بعد سين اس 3 سين اس 2، ارتب اللي يجي بعدها مين؟ سين اس 2 مش موجوده، احط مكانها صفر. بعد كده سين اس 1 المعامل بتاعها بكام؟ بسالب 15. بعد كده انا عندي هنا في الاخر سالب 4. خلاص كده تمام قوي، تمام كده قشطه قشطه قشطه. باخد خط كده، اول حاجه هنزل معامل اللي هو الاولاني ده، بنزل زي ما هو، واضرب الواحد في 4 بيديني كام؟ 4. الواحد في 4 يديني كام؟ 4. اقوم كاتب ال 4 هنا. واجمع 0 مع ال 4 يديني 4. واضرب ال 4 دي برضو في ال 4 ديت، 4 في 4 بيديني 16. 16 ناقص 15 موجب وسالب يديني 1. الواحد في 4 يديني 4 تتحط هنا. 4 ناقص 4 يديني كام؟ 0. ما دام المسألة اللي أنت عملتها انتهت او انتهت بصفر، اعرف كده ان انت ماشي مظبوط. نعيد تاني، نعيد تاني. انا كتبت المعاملات وكتبت سين تؤول الاربعه، كتبت ان الاربعه اول معامل ده بينزل زي ما هو، المعامل الاولاني بينزل زي ما هو، واضرب الواحد ده في الاربعه، واحد في اربعه باربعه يتحط هنا، واجمع صفر مع الاربعه يديني اربعه، والاربعه دي تضرب في الاربعه يديني 16، بقت 16 بالموجب ناقص 15 يديني واحد، والواحد في 4 يديني 4، 4 ناقص 4 يديني 0. خلاص كده؟ خلاص.
هنا المعامل هنا سين اس 3، انا بقى اخليها ايه سين اس 2، بنقص كده كده واحد من عندي، سين اس 2 ينزل لي واحد هنا، الواحد بتاعها ما بيتكتبش. بعد كده سين اللي هو قدامه الاربعه بالموجب، بعد كده الحد المطلق اللي هو بكام؟ بواحد. يبقى سين اس 2 بعد كده سين بعد كده الحد المطلق، هي دي المعادله، هي دي الايه المعادله. يبقى اقول له كده لها سين لما تقول الاربعه، خلي بالك بقى مش احنا قلنا المعامل الصفر اللي هو هنا سين ناقص 4، يبقى ده هيتكتب في البسط وفي المقام، لان المعامل الصفر ده هيكون مشترك في البسط وفي المقام. طب البسط احنا حللناه او قسمناه فطلع لي الناتج ده، يبقى هيتكتب برضه تاني. خلاص يبقى احنا كده كتبنا الناتج بتاع القسمه فوق، وسين ناقص 4 المعامل الصفر بيتكتب كده كده اصلا في كل المسائل. طيب سين ناقص 4 بقى ايه زي ما هي خلاص، لان اصلا موجوده في الايه في المساله دي، هتروح مع دي يتفضل لي سين تربيع زائد 4 سين زائد الواحد، عوض بقى لها سين تقول الاربعه، يبقى 4 اس 2 ب 16 زائد الاربعه في 4 ب 16 زائد الواحد 32 زائد 1 يديني كام؟ 33. يبقى الاجابه هنا هتكون كام؟ 33. هنا هنا بيقول لي برضه سين اس 3 وهنا سين اس 1، يبقى هنا اس 3 وهنا اس 1، يبقى كده انا هقسم، انا كده ايه هقسم، اشمعنى؟ علشان هنا الاس ده مش نص اللي قدامها، تمام؟ اما اللي تحت ديت دي سين اس 2 ودي سين اس 1، واحد نص الاثنين، يبقى دي هتتحلل. اول حاجه هنعوض، اقول له بالتعويض اها سين لما تقول الواحد، يلا 1 اس 3 ب 1 ناقص 2 في 1 ب 1 زائد الواحد على، يبقى 1 ناقص 1 ناقص 2 قصدي 2 في 1 ب 2 على 1 زائد السين هنا ب 1 ناقص ال 2، 1 زائد 1 يديني 2، 2 ناقص 2 يديني 0 على 1 زائد 1 2، 2 ناقص 2 برضه ب 0، اقول له كده كميه غير معينه، اقول له بالقسمه على المعامل الصفري اللي هو مين؟ هنا سين زائد الواحد، هنا السين بتقول الواحد يعني موجب واحد، يبقى السين ناقص الواحد. اللي فوق ده هو اللي ايه؟ هيتقسم. بعمل كده بكتب المعاملات، سين اس 3 المعامل بتاعها بواحد. المفروض اللي يجي وراها سين اس 2 مش موجود، احط مكانها صفر. بعد كده سين اس 1 بسالب 2. بعد كده الحد المطلق اللي هو بكام؟ بواحد. بعد كده عندي هنا بقى الايه؟ السين بتقول لي كام؟ هنا بواحد، فاما هنا ايه بواحد. باخد شرط انزل تحت كده اسيب منطقه فاضيه واخد خط، لان لسه في سطر هنا هيتكتب. انزل واحد ده زي ما هو واضرب الواحد في واحد يديني واحد، واحد وصفر يا الواحد، واحد في واحد يديني واحد، خلاص. سالب اتنين مع الواحد يديني سالب واحد، سالب واحد في واحد يديني سالب واحد، واحد ناقص واحد يديني صفر، انتهت بصفر، يبقى انا كده ماشي صح، يبقى انا كده ماشي صح. خلاص ماشي. هنا المعامل هنا او الاس هنا سين اس 3 بنقص منها واحد، هتبقى سين اس 2 المعامل بتاعها بواحد ما بيتكتبش، زائد المفروض بعد سين اس 2 سين، ما انا بقل بواحد خلاص كده، والحد المطلق هنا ايه؟ ناقص واحد. واقول له كده نهى سين لما تقول الواحد، اعمل شرط الكسر، احنا قلنا المعامل الصفر هو سين ناقص واحد، يبقى يتكتب فوق وتحت. بقيه الاسم هنا يتكتب فوق هنا وهنا تحت. هنا بقى نعمل ايه؟ تعالى احنا قلنا هنا هنحلل، هنحلل طبعا، انت معاك الاله الحاسبه اهيت، اطلع الاله الحاسبه واعمل مود، هي معموله هنا اصلا واحد وواحد وسالب اتنين زي ما اتعلمنا قبل كده، واحد وبتاكا يساوي وواحد وبتاكا يساوي بعد كده سالب اتنين. قال لي السين الاولى هي يعني موجب واحد، هتبقى ناقص واحد وكتبناه خلاص، بتاكا كمان هنا ناقص اتنين يعني موجب اتنين، يبقى السين موجب اتنين، تمام. انا عندي ده بقى يروح مع ده، يتفضل لي المقدار ده، فانا هنا اعمل ايه بقى؟ انا اعوض عن السين بواحد، واحد زائد واحد ناقص واحد هيطلع لك بواحد، على واحد زائد اتنين يديك كام؟ تلاته، بقت بكام؟ بتلت، بقت بتلت، بس كده. تاني هنا سين اس 4 ركز بقى، وسين اس 2 هتقول لي دي نصها يبقى تتحلل، بس ركز معايا فين سين؟ ما دام هنا سين وهنا سين وهنا سين، يبقى كده لازم تاخد سين عامل مشترك، هيبقى انا هاخد سين
عامل مشترك من كله. لما اخد سين اس 4 ناخد منها سين يتفضل لي سين اس 3 ناقص 21، سين اس 2 ناخد منها سين يتفضل لي سين زائد ال 20 دي زي ما هي، والسين دي تروح مع السين دي على سين ناقص 4 دي زي. طبعا بعد ما تقسم بعد ما تعوض يا كده كده اصلا تطلع بايه؟ بصفر على صفر، اقول له كميه غير معينه زي ما عملنا في كل مساله، لازم تعمل الحركه ديت. وبعد كده تقول له بالقسمه على العامل الصفري، هنا السين بتقول الاربعه هتبقى سين ناقص 4، هي موجب 4 هتبقى سين ناقص 4. دي بقى هتتقسم، اللي فوق ده هيتقسم، تعالى يلا نقسمه. وتحت ده هيتساب زي ما هو. يلا هنا سين اس 1 سين اس 3 المعامل بتاعها بواحد. المفروض اللي يجي وراه سين اس 2 ما جتش، بيحط مكانها صفر. بعد كده السين سالب 21. بعد كده لحد المطلق ب 20. واحط هنا الايه؟ الاربعه. الاربعه يا اربعه؟ اربعه. واسيب منطقه فاضيه كده او سطر فاضي واخد ايه؟ خط. يلا انزل المعامل ده زي ما هو. الواحد في 4 ب 4، 4 و0 يلا 4. 4 في 4 يديك 16. سالب 21 زائد 16 الاشاره هنا جمع وطرح، يبقى نطرح ونحط الشرط الكبير هيبقى سالب 5. سالب 5 في 4 بيديني سالب 20. سالب 20 مع ال 20 يديك 0. هنا سين اس 3 هتبقى هنا سين اس 2، المعامل بتاعها بواحد خلاص. بعد كده اللي جاي وراه سين، وهنا المعامل بتاعها 4 يبقى 4 سين بالاشاره بتاعتي. بعد كده لحد المطلق 5. بعد كده اقول له نهى سين لما لا تقول الا 4، واخد خط كده. احنا قلنا بنقسم على المعامل الصفري اللي هو سين ناقص 4، يبقى سين ناقص 4 فوق وسين ناقص 4 تحت. وهنا فوق هكتب بقيه الايه؟ بتاع الناتج بتاع القسم اللي هو ده سين اس 2 زائد ال 4 سين ناقص ال 5. ده يروح مع ده يتفضل لي الناتج ده. اعوض ب 4، 4 اس 2 ب 16 زائد ال 4 في 4 ب 16 ناقص ال 5 بقت 32. 16 ناقص 5 11، 11 و 16 اديني كام؟ 27. في هنا نسينا في هنا سين. في هنا كانت سين، السين ديت نسيناها خالص. قيمة السين دي نسيناها اللي هي ب 4. هيبقى 27 في ال 4، 4 في 7 ب 28، 2 في 4 ب 8 ويبقى كام؟ 108. تمام. هنا برضو المساله ديت 2 سنت تكعيب زائد 3 سنت تربيع زائد الايه؟ ال 4. طبعا انا بحلل لك المسائل كتير عشان انت تاخد فكره. انت تاخد فكره. كل مساله فيها فكره. هنا دي سين اس 3 ودي سين اس 2، يبقى هتتحلل ولا هتتقسم؟ هتتقسم لان الاثنين مش نص الثلاثه. اما سين اس 3 دي كده معادله تكعيبيه، فاحنا ايه؟ هنحللها. تمام؟ يبقى ديت اول حاجه لازم نتعوض. اقول له عند السين ناقص 2 هتعوض هطلع لك في الاخر صفر على صفر. ما هي لازمه. اقول له اذا كميه غير معينه. واقول له كده بالقسمه على العامل الصفري. هنا السين بتقول لي سالب 2، هناخد العكس هتبقى سين موجب 2. يبقى سين موجب 2 ديت لازم تكون متكرره في البسط والمقام. هنجيب ده بقى. معامل السين تكعيب او السين اس 3 ب 2. المفروض يجي وراها سين اس 2، مفيش اهو لا موجود 3. بعد كده سين اس 1 ما جتش يبقى بصفر. بعد كده لحد المطلق ال 4. وهنقسم على كام؟ على سالب 2. المعامل ده الاولاني ده بينزل زي ما هو. 2 في سالب 2 يديني سالب 4. 3 ناقص 4 يديك سالب 1. سالب 1 في سالب 2 بيديك 2. سالب في سالب بموجب 1 في 1، 1 في 2 ب 2، 2 و0 هي ال 2 وال 4، 2 في 2، 2 في سالب 2 بسالب 4، 4 ناقص 4 0. خلاص؟ هنا سين اس 3 هناخد منها هتبقى سين اس 2، بنقص منها 1 والاثنين دي بتنزل زي ما هي. بعد سين اس 2 س والمعامل بتاعها بسالب 1 هيبقى سالب س. بعد كده موجب 2. خلاص؟ اقول له نهى س لما لا تقول لمين ال 4. احنا قلنا هتبقى العامل الصفر او المعامل الصفر بيتكتب فوق وتحت. هنا اكتب بقيتها 2 سين تربيع ناقص السين زائد الاثنين. طب نيجي في المقام. هنا انا عندي هنا سين اس 3 زائد 80. دي معادله تكعيبيه.
انا قلت هنا المعامل الصفر اللي هو س زائد 2 المفروض انها س زائد 2. التكامله بتتحلل كوس صغير وكوس كبير، كوس صغير س في س اس 2. هنا بيقول لي 8، يعني كام في كام بيديني 8؟ 2 في 4، ادي ال 2 وادي ال 4. طب واللي في النص بياخد عكس اللي في النص، بياخد عكس اشاره الايه الحد الاولاني ده، يعني ده موجب تبقى سالب، واضرب ده بدال 2 في س ب 2 س وهنا زائد، ده يروح مع ده. اتفضلي دولت 2 س تربيع ناقص س زائد ال 2 اعوض عن السين بدل 4 بال 2 يا باشا، بسالب 2 قصدي، سالب 2 اعوض عن السين بسالب 2، يبقى 2 في سالب 2 اس 2 اتعوض بقى وتطلع الناتج بتاعك في الاخر، انت بتعرف تعوض بس كده. يبقى احنا كده انا حلت لك اربع مسائل، يعني انا شايف انها سهله جدا. القسمه التركيبيه سهله جدا، مفيش فيها اي حاجه صعبه خلاص. ويا رب يا رب تكونوا انتوا فاهمين المسائل، ولو في اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم، واشوفكم على خير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.